السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غادي نخدم معكم لي شون ليكسيكو اللي كاينين في لا بياس دو تياتر اونتيغون دو جون انوي. ما غنشرحش لكم الدرس ديال لو شون ليكسيكال، علاش؟ حيت انا ديجا شرحته ودرت فيه دي زيكزيرسيس، غادي تلقاوهم في لاشين في البليس اللي خاصه بلا لونغ. غادي نخلي لكم اللين ديال الفيديو ديال لو شون ليكسيكال في صندوق الوصف التويشيه اللي كتطلع الفوق. اما دابا غادي نعطيكم جميع الحقول الدلاليه اللي تقدر تحط نهار الامتحان الجهوي واللي معلقه باونتيون. كيف ولفتكم انا كنحاول نبسط لكم لو ماكسيموم وكنعطيكم داكشي اللي يقدر يتحط نهار الامتحان الجهوي، ولكن نتوما كيبقى عليكم الدور انكم دابا نتوما تكتبوا هادشي وتخدموا، يعني غير كتبيه وكل كلمه تدوز قدامك تعرف المعنى ديالها وكيفاش كتكتب بطريقه صحيحه، باش الا تعطات لك نهار الامتحان في الباساج تعرف ديك الكلمه شنو المعنى ديالها بالضبط. هاد الكلمات كامل اللي غتلقاو في الحقول الدلاليه اللي غنعطيكم راه مأخوذين من لا بياس دو تياتر اونتيغون، يعني كاع دوك الكلمات اللي بقيت عاقله عليهم حطيتهم لكم في كل حقل دلالي خاص بهم. نتمنى هادشي هذا يفيدكم. ندوزو نبداو على بركه الله هاد الحقول الدلالي. اول حقل دلالي واللي ما يمكنش لكم انكم تنساوه هو لو شون ليكسيكال دو لامور. الحقل الدلالي ديال الموت مهم مهم بزاف في اونتيغون، حيت هي كامله تراجيك. ملي كنقولوا تراجيك يعني كتسالي لنا بلامور دو بليزيوغ بيرسوناج، يعني خصني نكون انا عارف بزاف ديال الكلمات اللي معلقين بالموت وكيتعطى بزاف هاد لو شون ليكسيكال، داكشي علاش عطيت فيه بزاف ديال الكلمات وسبقته هو الاول. كاين طومبو القبر، كاين تخو حتى هو القبر، كيقصدوا به القبر، غادي نكتبها هنايا. كاين تخو، كاين فونيغاي اللي كنقصدوا بها هي الجنازه، كاين موغيغ الموت، كاين نوار اللون الاسود كيدل تاهو على الموت، بلور البكاء، ديسي دفن، دولور الالام، فيكتيم ضحيه، كادافر الجثة. وطيبت لكم انا قلت لكم كادافر دو بوليليس، كادافر دو بوليليس يعني هذه ما يمكنش لكم انكم ما تكونوش عارفينها. اغوني هما دوك السكرات قبل ما يموت الواحد، سويسيد الانتحار، حنا عارفين ان اونتيغون انتحرت مع ايمو من بعد اوغيديس، مورتر الموت يعني شي حاجه اللي قاتله، سيركوي هو داك النعش، هو داك الصندوق اللي كنديروا فيه الميت، وتخوره نفس المعنى ديال طومبو. هادو كلمات مهمين ضروري خصكم تكونوا عارفينهم. الا قالوا لكم جبدوا لي اربعه الكلمات، جوج ديال الكلمات من لو باساج تكونوا عارفين على الاقل وحده ولا جوج، غادي يعاونكم هادشي نهار الامتحان. لو شون ليكسيكال دو لا نوبليس، مادام حنا عندنا اونتيغون برينسيس وعندنا ايمو وعندنا غوا عندنا لاغين، يعني ضروري عندنا هذاك العالم الراقي. الكلمات اللي داخلين في هاد العالم ديال النوبل، عندنا غوا الملك، نوبل كاينه مكتوبه في لو باساج حتى هي كتعني النوبل، برنس برنسيس مهم، برنس الامير، برنسيس، يعني بزاف ديال الكلمات هما اصلا مكاينينش صراحه بزاف، ولكن تقدر تلقى وحده في لاسين الاولى وحده في لاسين الخامسه، يعني مكاينينش بزاف. عندنا تاني لو شون ليكسيكال دو لا جوستيس، الحقل الدلالي ديال العداله، كاين لوا القانون، لا غي التوقيف، يعني فين كاينه هاد الكلمه، كلمه كاينه مني او تيكون حصلوها لي كارد وداوها عند كخيون، جوج يعني الحكم، كوبابل المذنب، يعني عندنا او تيكون مذنبه حيت هي عصات القانون ديال كخيون دارت داكشي اللي بغات. لو شون ليكسيكال دو لا غير، الحقل الدلالي ديال الحرب، وكان مني اونتيغون تواجهت مع كخيون وبدا كيقول لها الحقيقه ديال خوتها وشنو وقع في هادي وكيفاش ماتوا، والسبب بلا راه هما كانوا كيحاولوا انهم يقتلوا باهم بجوج وكانوا كيتنافسوا على بزاف على العرش، يعني هنا فين كاين هذا الحقل الدلالي ديال الحرب. كومبا كاينه كومبا بين الصراع وجوج مقاتلين على شي حاجه، كونفليت هي الصراع، غيفاليتي التنافس، يعني بولينيزو اي تيو كانوا كيتنافسوا على لو بوفوار شكون غيحكم تيب، باتاي حتى هي كتعني المعركه، افرونتمون حتى هي مواجهه واحد مواجه مع واحد، ارمي راه هو الجيش، ريزيستونس المقاومه، ميليتير بين العسكر، وصون الدم كاين غير سولني
فين كاينه هاد لاغمي؟ لاغمي الجيش مني قال ليها بلا باك صيفط بولينيس للجيش مني كان ضربو ورعف وداكشي ما بغاش انه يطبق عليه شي حاجه صيفطو للجيش باش يادبو حيت هو مني ما بغاش يعطيه اوديب ما بغاش يعطيه فلوس لولدو بولينيس ناض ضربو داكشي حيت بولينيس كان كيمشي كيقمر وداك التخربيق وكيضيع الفلوس وباش انه يربيه صيفطو لاغمي للجيش. نتمنى ان هاد الحقول الدلالي يكونوا فادوكم. انا درت لكم فقط المهمين بزاف سورتو ركزوا لي على لو شون ليكسيكال ديال لاموغ كيكون بزاف نهار الامتحان الجوي بلا ما نهضروا على لو شون ليكسيكال ديال لي سونتيمورا ديجا خدمتو في لابواطا ميرفي دخلوا شوفوا الحقول الدلالي اللي كاينه في لابواطا ميرفي وسيروا لو شون ليكسيكال ديال لو سونتيمور خذوا حتى هو فكره وكلمات اللي غادي ينفعوكم نهار الامتحان الجوي. قبل ما تخرجوا من لا فيديو كنتمنى انكم تكليكيوا على جيم وتخليوا لي كومونتير للتشجيع ودعوة الأبدي لجميع الآباء ديال المسلمين بالرحمة والمغفرة.